يا بيك، ما بعرف شو بدي قلك، بس مبارح سمعت سوريا وطارق بيك عم يحكوا بقصة غريبة. وقالوا هي ياسمين الحقيقية. هالحكي صحيح؟ أعطوا مصاري لزلمة اسمه حسن، وكمان قالوا ما حدا بيعرف هالحقيقة غير نحن ورضا بيك. هالحكي صحيح؟ ياسمين، ياسمين ما أنا ميتة، لكن مين يلي دفناها؟ مين؟ يا ربي دخيلك، فيك تحكي يا بيك. ضلت سوريا خانم وطارق بيك لحالهم وعم يحكوا، ما رح تقله الحقيقة للبيك، متأكدة رح تضل مخبي عنه. رح خليها تقول الحقيقة. عارف بيك، بابا ياسمين توفيت؟ ليش مصرين لهالدرجة؟ شو المشكلة إذا ضل موجود؟ خايفين يسمع شي عنكن يعني؟ انتبهي لكلامك، ما عندي شي خاف منه. احكي شو ما بدك، مو مهم. من كل عقلك مفكرة عارف رح يصدق كلامك؟ زوج أمي قبل ما يتوفى خبرني بكل شيء. ما توقعت يكون كلامه صح، فكرت مخربط. بس لما أجيت لهون وسمعت كلامك بلشت الصورة تتوضح قدامي واكتشفت الحقيقة. لو سمحت تفضل عود، بالنسبة إلي أنا مصدقة. أنت لا تتدخل سيد أحمد، هي قصة عائلية وأنت ما دخلك. سوريا خانم دخلني، ياسمين مثل بنتي لك، هي بنت عارف بيك وزهرة خانم. خديجة سمعت حديثكن مبارح. ليك يا سيد أحمد، أنا رح قلعكن من هالبيت، أصلاً أنا خليتكن كل هالسنين كرمال عارف وبس. إذا كان في حد رح يتقلع عن البيت فهو أنت سوريا. أهلين بابا. عارف القصة مانا هيك. ياسمين طلعي لفوق مع أحمد، في موضوع كتير مهم لازم نحكي فيه هلأ. يلا بنتي تعالي. عدي بنتي. ياسمين خبريني كل شي بتعرفي. يعني آخر شي بتذكره لما كنت بالقطار مع ماما. صحيح، بيوم يلي اختفيتي كانت أختك معها لعند عمتك. كنت عم ألعب وكان في مثل العربايات وكان في مسافة منيح بيناتهم. بتذكر كنت عم حاول أمرق من بيناتهم، بعدين قدرت أطلع من بيناتهم. بهاللحظة وقف القطار وصرت شوف من الشباك الناس عم يطلعوا ينزلوا من القطار. بعدها اطلعت، ما بقى شفتها لأمي بنوب، وبلشت دور عليها بس للأسف ما كنت لاقيها أبدا، اختفت وما بقى شفتها. متأكدة من هالشي بنتي؟ مو هيك خبرتنا أمك؟ طبعا متأكدة خالتي خديجة، يعني ما كنت صغيرة لهالدرجة. أمي قالت خطفوا بنتي لما وقف القطار. أمي اللي خبرتكم إني مخطوفة؟ وقتها وصلتك لمحطة حيدر باشا، بس رحتي بقطار الأناضول. كنتوا بتعرفوا من الأول إنه ياسمين عايشة؟ طارق تفضل خبرني بكل شيء. بكفي احكولي يلا. عارف
رح خبرك بكل شيء، بس القصة مو مثل ما أنت مفكر. عملنا كل هالشي كرمال نحميك. كيف عم تحميني وأنت عم تحاولي تبعدي بنتي عني؟ مرتي ورفيق عمري كل هالسنين عم تكذبوا علي، ليش؟ ليش؟ بسبب أهلك. بالأول نحن فكرنا أنها مخطوفة. زهرة حكت هالشي للكل، ما سمحت لحدا يقرب منها، ما طلعت من غرفتها. أنا وأمي غصون كنا نروح لعندها دايما، وبكل مرة كانت تعيد نفس الموضوع، خطفوا بنتي، تبكي وتقول بدي بنتي. ومع الوقت صارت تتوضح القصة، فكرنا أنها كانت عم تتصرف هيك لأنها مو متقبلة فكرة اختفاء البنت. ما فيك تلومنا عارف، القصة مو بإيدنا بصراحة. أمك شو دخل أمي؟ ما عم بفهم شو علاقة أمي بالقصة. أمك قالت أنه ما رح تقدر ترجع لحياتك الطبيعية وتنسى هالجرح طول ما ياسمين مفقودة. بعد ما مرقت شي سنة عطت مصاري لشخص بالمشفى كرمالي خبرنا أنه في بنت عمرها 8 سنين وصلت على المشفى. معقول أمي تعمل فيني هيك؟ عارف أمي غصون عرفت أنه زهرة هي اللي تركت بنتها وتخلت عنها. مستحيل، زهرة ما بتتخلى عن بنتها. بلا عارف تركتها، كلياتنا مفكرين أنه بعد ما اختفت ياسمين جنت من الصدمة، بس القصة مو هيك. هي إنسانة سيئة، عملت حالة ما بتعرفنا. بتتذكر أمي خبرتنا أنك كنتي جنبها بالقطار، بس هي تعبت من الطريق ونامت، بعدين وقف القطار وفاقت، وفجأة إجا شخص وخطفك من الشباك قدامها، وقالت لنا إنها لحقته فورا. أمي بس ليش لحتى تحكي ماما هذا الكلام؟ ما بعرف يا بنتي. طيب أنت خبرينا شو صار معك بعدين؟ بعدين فقت ولقيت بابا حسن بوشي، وكانت ماما جنبه، قصدي مرته يا خالتي. أخذوني وعشنا بتركيا، بس بعد فترة انتقلنا على ألمانيا. كنتي بألمانيا كل هالسنين؟ ايه، بس ولا مرة رحتوا من بالي، كنت صغيرة تعودت مع الوقت. بابا حسن وماما رفيقة كتير ناس طيبين وحبوني. يا عمري انت يا حبيبة قلبي، شو مرق عراسك. وبيوم اجانا خبر انه ياسمين التقت بحادثة القطار، خبرونا ما فيكن تتعرفوا عليها، زهرة كان وضع سيء وما فيها تروح، وانت كنت تعبان، لهيك راحت الست غصون لحالها. بوقتها ما كنا منعرف شي، وكلنا فكرنا انه عن جد هي ياسمين. بس بصراحة ابوك وامك كانوا بيعرفوا الحقيقة، وهيك مرقت السنين، وبيوم بيحكي شخص اسمه حسن مع طارق. ليش حكى معك مو معي يا طارق؟ ما اتصل فيني عارف، حكى إلك، بس الست غصون تصرفت وعطته رقمي، قالت لي كل اللي صار وترجتني، قالت لي لا تخبر حدا، وراحت زهرة وقتها وكبرت نورمان وكفيت حياتك. بس رجعت ياسمين هلأ خربت لنا كل شيء. سوريا كيف بتخبي عني الحقيقة كل هالسنين؟ يا عارف كيف بدي قلك، ياسمين اختفت من حياتنا لسنين وتأقلمنا مع الوضع، كنت جنبك بجنازتها وشفت قديشك عانيت، ما كانت سهلة بنوب. وبعدين اجت نورمان على هالدنيا وكان عندها وضع الخاص، لو كنت بتعرف بياسمين كنت أهملتها وما عطيتها حقها. صدقني أنا كنت عم حاول أحمي عائلتي يا عارف. رحت على ألمانيا والتقيت بحسن، كان مريض والدكاترة قالوا بآخر أيامه، قال لي خايف على ياسمين ولازم تتعرف على أهلها.
عرضت مصاري، قلت له أنا بتكفل بكل علاجك ووافق. لا ما عم صدق، كيف قدرتوا تعملوا فيني هيك؟ رح شوف مين. تفضل، مين حضرتك؟ مرحبا ياسمين، هون جليل. ما فيك تلومنا عارف، صدقني كل شي عملناه من خوفنا عليك، وإمّا كانت عم تحاول تحميك. 15 سنة؟ كل هالسنين عم تكذبوا؟ بابا؟ بنتي حبيبتي بابا، أنا في شخص حاب بعرفك عليه، جليل. جليل بعرفك بابا. بابا هاد جليل. كيفك عارف بيك؟ جليل خطيبي، نحن رح نتزوج بعد شهر. يا حبيبة قلبي بنتي. بابا أنا بحبك أنت وماما كتير، بس أنا حياتي خلال هالسنين تغيرت كتير، مدرستي ورفقاتي وكل هالشغلات. باختصار حياتي هونيك عطول كنت مشتاقت لك، بس كمان أنا بحب بابا حسن وماما رفيقة كتير. وهلأ بابا توفى وضلت ماما لحالها. صدقوني ما أجيت لحتى أزعجكم أو أقلب حياتكم، بس أنا أجيت لحتى أعزمكم على عرسي. بابا لا تزعل منهم، صدقني ما حدا كان قصده يضرك، كلياتهم كانوا عم يحاولوا يحموك ويساعدوك. بس بنتي أنا ما بعرف. بعرف بابا بعرف، صدقني ما أنك محتاج تبرر لي أي شيء. أنا بس حابة أعزمها لماما على عرسي. بنتي يا روحي حبيبتي يا عمري. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.